تقول السائلة: هل علي أن أتوضأ إذا وجدت الإفرازات؟ الإفرازات هي تلك الرطوبات التي لا تنفك عن يعني مهبل المرأة، دائما تجدها، يعني إفرازات ورطوبات دائما تكون ملازمة للمرأة. فهذه ليست نجسة على الصحيح من أقوال العلماء، وليست ناقضة للوضوء أيضا على الصحيح من أقوال العلماء، وإنما ينقض الوضوء يعني ما كان خارجا، مثل يعني المذي ومثل الودي ومثل يعني المني ونحوه. أما هذه الإفرازات فهي ملازمة للمحل لأنه لا تزال به رطوبة، فهي طاهرة، وإن لمست شيئا من الثياب فإنها لا تنجسها، ولا يستلزم ذلك يعني غسلها ولا الوضوء من يعني وجودها.